السلام عليكم، مرحبا بكم معي من جديد على القناة. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، تكونوا في أحسن الأحوال إن شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم طريقتي ديال الرايب اللي كيجيني ناجح 100%. إن شاء الله إلا تبعتوا هاد الخطوات وهاد النصائح اللي غادي نقول لكم عليهم غادي يجيكم إن شاء الله ناجح كما كتشوفوا معايا، عاقد وناجح. بما أن رمضان على الأبواب كما كنعرفوا في رمضان كنبغيو هكا يا حويجات بحال الرايب في السحور، عندي هنايا انايا 2 لتر ديال الحليب، كناخذ نصف لتر كنغليه مزيان لانني انا دايره الحليب طري. بالنسبه اللي غادي دير الحليب ديال الحانوت ما تحتاجش انها تغليه. نصف لتر اللي غليته كنخليه يبرد تماما، والكميه المتبقيه حتى هي دابا غادي نديرها توصل حتى هي لدرجه الغليان. كناكد نقول يعني كناكد لكم بانني كنغليه لانه طري، خصني ضروري ما نعقمه. بالنسبه اللي غادي دير الحليب الاخر ما تحتاجش انها تغليه، غير دفيه نفس الخطوات نفس المراحل، غير هو ما يوصلش لدرجه الغليان لانه كيكون اصلا معقم. هنا كنحيد ليه هذيك الفراره اللي كتطلع للفوق. من بعد هذاك نصف لتر اللي كنخليه يبرد تماما كنحتاج لي واحد جوج ديال ياغورت بنكهه الفاني، و6 ديال المعالق كبار ديال السكر سنيده، و2 صاشيات ديال لافاني. بالنسبه للسكر يعني ممكن نزيدو ولا نقصو على حسب الذوق. كنجيب الياغورت كنديرو في الحليب، كناكد في نصف لتر اللي بارده هي اللي كندير فيها الياغورت. وكنزيد عليه هذوك جوج صاشيات ديال لافاني. وكنزيد عليهم سكر سنيده. وكنحرك مزيان هذاك الياغورت مع السكر مع الفاني مع داك الحليب البارد حتى كيندمج ليا هذا الخليط مزيان، حتى كيندمج الياغورت مع الحليب. هنايا هذا الحليب اللي كنت غليته كنخليه يعني تقريبا كيدفى، ما نقولش كيدفى، كيبقى شويه سخون، وانما كيبقى سخون طايب، كنخليه يبرد واحد شويه. وكنزيد عليه داك الخليط الاخر وكنحركو معاه وكنديرو في الكؤوس. من بعد كنجيب واحد الاناء اللي كندير فيه الماء سخون قريب يطيب، ما يكونش طايب بزاف باش ما يطردقوش لنا الكيسان، وانما سخون بزاف اللي كنديروا فيه هذوك الكؤوس ديالنا. وكنغطي بالبلاستيك الغذائي وكنغطي بشي منديل وكنخليه يبات ليله كامله، يعني كنخليه ليله كامله مثلا في شي فران ولا شي بلاصه اللي مزموته، وفي الصباح كنلقاو على هذا الشكل هذا كيعقد. ها انتم كما كتشوفوا معايا ان شاء الله الا جربتوه غادي ينجح لكم الا تبعتوا هذه الخطوات هادو. وشكرا لكم على المشاهده وحتى نتلاقاو في فيديو جديد، ومع السلامه.